اليوم نشارك في معرض ساها في نسخته الرابعة في تركيا. هذا التواجد يعكس أهمية ما وصلنا إليه من تطورات في صناعاتنا الدفاعية. بالنسبة لنا الصناعات الدفاعية ليست مجرد قطاع تقني، بل هي جزء من رؤية أكبر نحو الابتكار وبناء مستقبل اعتمد به. ومن خلال منتجاتنا الإماراتية نسعى دائماً لتحقيق وتقديم حلول جديدة ومتقدمة تلبي احتياجات قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية. اللي يميزنا اليوم أن هذه المنتجات تحمل توقيع مهندسينا ومبتكرين الإماراتيين الذين يعملون بشغف وإصرار على الارتقاء بهذه الصناعات. في كل المحافل الدولية والمحلية دائماً نحرص على تمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة، لأننا ندرك أن مشاركتنا تعكس جزء من طموحات دولتنا المستقبلية. دائماً فخورون بما حققنا، والقادم أجمل وأنجح بإذن الله. كل التوفيق للمشاركين وشكراً.